مشاهدينا اهلا بيكم، حلقه جديده ويوم جديد معاكم النهارده في برنامجنا اليومي مصر جميله. بمناسبه ان احنا بدانا حلقتنا النهارده بالفيديو اللي شفناه دلوقتي، حابه ابدا الحلقه بخبر مهم جدا. الخبر بعنوان الهلال الاحمر المصري يرسل قافله مساعدات اغاثيه جديده الى قطاع غزه. اعلنت جمعيه الهلال الاحمر المصري ارسال قافله مساعدات اغاثيه جديده الى قطاع غزه للاغاثه ودعم الشعب الفلسطيني. وقال الهلال الاحمر المصري في بيان رسمي له انه ادخل امس معاونات اغاثيه لقطاع غزه لتسليمها لجمعيه الهلال الاحمر الفلسطيني. واضاف الهلال الاحمر انه تم التنسيق مع اجهزه الدولة المصرية ومعبر رفح لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، وجري التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة. كان في قافلات دخلت امبارح والنهاردة كمان دخل عدد من القافلات لمساعدة أهل غزة في فلسطين. ده الخبر اللي كان موجود معانا النهارده في بدايه الحلقه. دلوقتي هقدم الفقرات اللي هتكون موجوده معانا زي ما عودناكم. بيكون معانا فقرتين اساسيتين بيكونوا موجودين معانا في كل حلقه في مصر الجميله. والفقره الاولانيه بخصوص ان النهارده تعامدت الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبده الكبير بمدينه ابو سمبل في ظاهره فلكيه فريده بتتكرر مرتين كل سنه، مره في 22 اكتوبر ومره كمان في 22 فبراير. وبتعبر طبعا عن مدى تقدم المصريين القدماء في علوم الفلك. هنتعرف أكتر على أسرار هذه الظاهرة وعلاقة المصريين القدماء بالفلك، وزي كمان ممكن نستغل الظاهرة دي في الترويج للسياحة. طبعا كل سنة بيتم احتفالات وبيتعمل زي عروض للفنون الشعبية، لكن السنة دي الوضع كان مختلف إلى حد ما. كان في سياح طبعا اتفرجوا على الظاهرة دي، هي بتبقى مدتها حوالي 20 دقيقة تقريبا، لكن ما حصلش أي احتفال طبعا بسبب الأحداث اللي حصلت في القضية الفلسطينية. بخصوص الفقرة دي هيكون معانا ضيفة الفقرة دكتور ياسمين علاء، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار. دي أول فقرة معانا. الفقرة الثانية هتكون بخصوص وزارة الشباب والرياضة. من وقت للتاني وزارة الشباب والرياضة دايما بتعمل مبادرات، دايما بتعمل مشروعات وأفكار مختلفة تشجع بيها الشباب، ودايما بتروج لفكرة إن الرياضة أسلوب حياة، مش مجرد حاجة معينة أو لفئة معينة أو لعمر معين، لأ لكل الأعمار وكل الفئات يقدروا إن هم يمارسوا الرياضة. وكمان كان في وزارة الشباب والرياضة عملت فعاليات للدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، وهنتكلم أكتر عن دور وزارة الشباب والرياضة في تنشيط السياحة من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا أستاذ كريم عادل المنسق العام للمشروعات الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة. هنبدأ أولى فقراتنا وموضوع الفقرة زي ما اتكلمنا عن فعاليات البحر الأحمر في وزارة الشباب والرياضة اتجاه الرياضة. بنرحب بأستاذ كريم عادل المنسق العام للمشروعات الإعلامية بوزارة الشباب والرياضة والمذيع الرسمي بوزارة الشباب والرياضة. أهلا بيك أستاذ كريم. أهلا بيك أستاذ منى، وطبعا في البداية بنقل تحيات معالي الوزير لحضرتك ولكل القائمين على البرنامج والسادة المشاهدين. طيب، حابة أبدأ الفقرة بفعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية. إيه اللي حصل في خلال الأيام اللي فاتت؟ يعني في البداية وزارة الشباب والرياضة هي وزارة بتسعى جاهدة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء توجيهات معالي الوزير لدعم مختلف القطاعات الموجودة في الدولة المصرية ومنها قطاع السياحة. السياحة هي بتعتمد على الأحداث الرياضية كجزء من الترويج السياحي. وزارة الشباب والرياضة بتلعب دور مهم في الترويج للسياحة المصرية من خلال استضافة بعض الأحداث الرياضية، وخاصة إن مصر أصبحت مقصد دولي لمختلف دول العالم.
باستضافة كبرى الأحداث الرياضية سواء العالمية أو القارية أو الأولمبية. عندنا وزارة الشباب والرياضة خلال الفترات السابقة استضافت مهرجان الغردقة للألعاب الرياضية. مهرجان الغردقة هو شارك فيه 15,000 مشارك، 15,000 مشارك بيمثلوا 100 جنسية. كان فيه 15 فعالية، منها الألعاب المائية، منها ألعاب الجو، منها الدرجات، ماراثون الجري إلى آخره، من الفعاليات اللي بتتيح الفرصة لشباب مصر لممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. هو بيتم كل سنة المفروض، ولا دي كانت أول مرة السنة دي؟ لا، هو طبعا بيتم كل سنة، لأن احنا بنتكلم على النسخة الثالثة من مهرجان الغردقة. زي ما أنا قلت دي الدورة الثالثة، دي الدورة النسخة الثالثة. طيب لو عايزين نتكلم اكتر عن الدور اللي بتلعبه وزارة الشباب والرياضة بشكل عام في تنشيط السياحة. وزارة الشباب والرياضة بتمتلك إدارة عامة متخصصة للسياحة الرياضية. الإدارة هو هدفها الأسمى هو تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الخاصة بمجال الرياضة وربطها بمجال السياحة. هنتكلم إن احنا من 2018 منذ تولي معالي الوزير الحقيبة الوزارية حتى الآن استطاعت الوزارة أن تنفذ عدد كبير جدا بيفوق المئات من الفعاليات الرياضية المتعلقة بالترويج السياحي. بيكون مكان الاستضافة في أحد المحافظات والمدن السياحية، واحنا ده إن يدل إن وزارة الشباب والرياضة بتبذل قصارى الجهد من أجل ربط الرياضة بالسياحة وربط الرياضة بمختلف تخصصات الدولة. طيب المفروض الفعاليات بتبقى على مدار كام يوم تقريبا؟ يعني هي احنا دلوقتي المفروض الفعاليات شغاله ولا انتهت ولا احنا الفعاليات بتكون على مدار 10 ايام. زي ما انا قلت ان احنا عندنا 15 فعاليه، منها القفز بالمظلات، العاب جويه، العاب السباحه، العاب الماء الى اخره. وزي ما قلت هي بتبقى يعني العاب ترفيهيه ولكن في نطاق الممارسه الرياضيه. مين بيشارك فيها او ازاي بتقدروا تجمعوا عدد كبير من الشباب ان هم يشاركوا ويقبلوا عليها ويروحوا يزوروا يعني المدينه بقى اللي هي موجودة أي مدينة في البحر الأحمر علشان يتفرجوا على كل أنواع الرياضات الموجودة ويشاركوا فيها؟ على المستوى المحلي وزارة الشباب والرياضة بتنسق مع مديريات الشباب والرياضة. زي ما حضرتك عارفة أن الوزارة بتمتلك عدد من المديريات في مختلف محافظات الجمهورية. بيتم دعوة عدد كبير من الكيانات الشبابية، الأطياف الشبابية المختلفة، بالإضافة إلى الممثلين دول العالم من مختلف الدول سواء في قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، أمريكا الشمالية. المشاركة بتكون مثمرة وفعالة لأن الناس كلها طبعا بعد النجاحات الحقيقية الدولة المصرية فيما يتعلق باستضافة الأحداث الرياضية والإبهار العالمي اللي حققته الدولة وإشادة الجميع بالإنجازات اللي بتحققها الدولة فيما يتعلق باستضافة الأحداث الرياضية، بل الكل عايز يجي يشوف مصر وكل عايز يجي يتعرف على مصر، وده في ظل الجهود المبذولة وفي ظل الإنجازات اللي بتحققها الدولة المصرية في مختلف المجالات تحت رعاية فخامة الرئيس، ويعني الجهد المبذول ومستمر. طيب بما انك ذكرت ان هي دي النسخه الثالثه السنه دي، فالنسخه الثانيه والاولى يفرقوا في ايه او ايه الاختلافات او اوجه الفروق يعني بين النسخه الاولى والثانيه والنسخه بتاعه السنه دي؟ شعار وزاره الشباب والرياضه هو ماذا بعد. دايما معالي الوزير بيسالنا ماذا بعد. التطور ملحوظ من النسخه الاولى للنسخه الثانيه فيما يتعلق بعدد المشاركين، فيما يتعلق بعدد الالعاب اللي بيتم انعقادها داخل المهرجان. احنا كنا بنتكلم النهارده على 15، النسخه اللي فاتت كانت 13، النسخه الاولى كانت 10، فكان في طبعا في اختلاف كبير في عدد الالعاب المشاركه، وبالتالي بيكون في اختلاف كبير في عدد المشاركين والمتسابقين من مختلف دول العالم. وكل مره اكيد بتبقى مدينه مختلفه في البحر الاحمر، مش بتبقى هي اكيد هي. اكيد. طيب ايه هم المدن اللي تم اختيارها؟ يعني احنا دايما احنا اشتغلنا على سنتين، فاحنا بنسمه مهرجان الغردقه، فهو مهرجان الغردقه هو مهرجان ثابت دايما بيبقى في الغردقه. لكن وزاره الشباب والرياضه هي مش منحصره في هذا، يعني بيبقى في عدد من الفعاليات الاخرى اللي بتنفذها اداره السياحه الرياضيه في عدد من المحافظات في البحر الأحمر وفي المدن الساحلية، زي عندنا مهرجان سهل حشيش إلى آخره من المهرجانات اللي بتدعم توسيع قاعدة الممارسة. لكن مهرجان البحر الأحمر هو من اسمه مهرجان الغردقة، فهو من اسمه طبعا هو بيتم انعقاده في الغردقة. بمناسبة إن يعني أي حد بيبقى عايز يعلن عن أي حاجة والناس تقبل عليها من مختلف المحافظات وحتى من بره المحافظات من بره مصر، هل بيتم الترويج عن طريق السوشيال ميديا؟ وزارة الشباب والرياضة بتمتلك منصات إعلامية إلكترونية خاصة بيها. عندنا منصة كياني ومنصة كياني، هي أحد المنصات الشبابية اللي موجودة عليها مختلف الشباب من مختلف المحافظات، وعندنا بوابة وزارة الشباب والرياضة اللي بيتم الإعلان الإلكتروني على مختلف الفعاليات، واللي يقدر أي شاب يقدم في البوابة ويقدر من خلالها يشارك في الفعاليات اللي بتقدمها الوزارة. طيب كنت عايزة برضو أسألك عن ثقافة الرياضة عندنا في مصر، هل شايف إن هي بالفعل موجودة ولا مش موجودة ومقتصرة على فئة معينة؟
لا، ثقافه الرياضه هي بقت موجوده في ظل التوعيه اللي بتقوم بها وزاره الشباب والرياضه، لان احنا دلوقتي عندنا بقى الهدف الاسمى والرساله الواضحه للوزاره هو توسيع قاعده الممارسه الرياضيه سواء للذكور او للاناث. عندنا في ممارسه رياضيه للاحتراف، وده بنتكلم على الانديه، بنتكلم يعني على فكره ان احنا نخلق فكره ان الرياضه اسلوب حياه وانه اي حد يقدر يمارس الرياضه. هل وزاره الشباب والرياضه بتكون ليها دور كبير في النقطه دي؟ اكيد طبعا ليها دور كبير، لان زي ما قلت لحضرتك وزاره الشباب والرياضه هي شغاله على محورين: الرياضه الاحترافيه، ودي فيما يتعلق بصناعه البطل الاولمبي، فيما يتعلق بالانديه، فيما يتعلق بالاتحادات الرياضيه، وفي رياضه الهواء اللي هو الخاصه بمشاركه الشباب في ماراثونات الجري، ماراثون العجل الى اخره من المنافسات اللي بتدعو الشباب لممارسه الرياضه ويجعلها اسلوب حياه ونمط للحياه. وده في ظل الاهتمام من فخامه الرئيس، يعني يمكن فخامه الرئيس يتحدث اكثر من مره عن ضروره الاهتمام بالرياضه وضروره ان الشباب يلعبوا رياضه، سواء رياضه الدرجات، رياضه الكوره الى اخره، واهتمامه بزياره عدد من المشروعات الرياضيه زي مشروع كابيتانو الى اخره. فده بيدل على اهتمام الدوله المصريه وتوجيهات الدوله المصريه بالاهتمام بالرياضه، وبالتالي الوزاره بتسعى لتنفيذ هذا المخطط من خلال توسيع قاعده الممارسه سواء على نطاق الاحتراف او نطاق الهواء. طيب كمان تم اطلاق ماراثون الغردقه للجري، دي كانت اول فعاليه بالمهرجان. كان عدد المشاركين وعدد الجنسيات اللي كانت موجوده في ماراثون الجري كان قد ايه؟ احنا بنتكلم على 1000 بيمثلون 20 دوله. الماراثون برضو كان شهد اقبال كبير وحضور معالي الوزير، ويمكن زي ما انا باكد دايما ان الاشاده من مختلف المشاركين بالتنظيم اللي بتحققه وزاره الشباب والرياضه في تنظيم مثل هذه الفعاليات بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكان بمثابه رساله قويه واضحة على الأماكن الخلابة الموجودة في مصر فيما يتعلق بالأماكن السياحية وربطها بمجال الرياضة. طيب بمناسبة أنك تكلمنا في بداية الحلقة، ويعني الأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت كلها بتهم كل المصريين، القضية الفلسطينية، فأكيد وزارة الشباب والرياضة يعني هل في أي دعم أو في أي حاجة هتقدر تعملها الفترة اللي جاية لدعم القضية الفلسطينية وبرضو يكون من خلال الرياضة؟ وزارة الشباب والرياضة بمختلف إداراتها المركزية، بمختلف الكيانات الشبابية، هي خلف القيادة السياسية بتدعم فخامة الرئيس والموقف المصري تجاه القضية دائما. زي ما فخامة الرئيس أكد أن القدس عربية وسيناء مصرية، فوزارة الشباب والرياضة بتؤكد هذا النهج. في عدد كبير من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية اللي بتعقدها وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب المصري بالقضية الفلسطينية ومنع التهجير لأرض سيناء. ويمكن واحنا بنتكلم دلوقتي في جلسة خاصة بالقضية الفلسطينية لمجلس الشيوخ وبيحضرها معالي الوزير. والشيء بشيء يذكر، يمكن هو موقف يعني صغير ولكن شيء يذكر ويجب ان نذكره، ان كان من ايام قليله كانت هناك سفينه الشباب العربي. دي سفينه بتطلق وزاره الشباب والرياضه، بتجمع كل الشباب العربي من دول مختلفه، بتقول لهم روحوا اتفرجوا على الاماكن السياحيه والاثريه جوه جمهوريه مصر العربيه. كان مشارك وفد فلسطيني وجه مصر قبل احداث 7 اكتوبر، فبعد الاحداث وطبعا صعوبه انهم يرجعوا بلدهم، هو لفت انسانيه من معالي الوزير ومن الدوله المصريه، قررنا كوزاره شباب ورياضه ان شبابنا، ان شباب الإخوة الأشقاء من دولة فلسطين يفضلوا موجودين في مصر استضافة كاملة على حساب وزارة الشباب والرياضة. وده نوع من الدعم الإنساني من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للأشقاء الفلسطينيين. طيب لو هنرجع تاني لموضوع الفقرة وهو فعاليات البحر الأحمر، المنظمين اللي بيبقوا موجودين، يعني ازاي بيتم تنظيم 10 أيام كاملين انه يبقى كل حاجة ماشية مظبوط، كل حاجة، هل بيبقى فيه خطط معينة لكل يوم، اليوم ده هنعمل فيه كذا، هننظم ازاي عدد كل الناس اللي جاية تتفرج او الناس المشاركة، ازاي بيتم التنظيم؟ هي بتبقى فيه جدولة للفعاليات وفقا طبعا لطبيعة الفعالية، وفقا للطبيعة الديموغرافية للفعالية. يعني مثلا في عندنا العاب المياه دي بتتطلب تواجد صباحي، في عندنا القفز بالمظلات ده بتتطلب تواجد صباحي الى اخره، فبتوفقا للجدوله وفقا للطبيعه الخاصه باللعبه اللي بيتم تدشينها او بيتم ممارستها داخل المهرجان بيتم وضع جدول تنظيمي. فيما يتعلق بالمنظمين، احنا الوزاره يعني الوزاره دايما ليها اذرع تنفيذيه، اذرع تعاونيه، منها شركاء النجاح من القطاع الخاص واللي بتتعاون معاهم الوزاره لانجاح عدد من مشروعاتها فيما يتعلق بمجال السياحه او الى اخره من المجالات الاخرى. هل بيبقى في اي عقوبات مثلا او اي يعني صعوبات بتواجه مثلا المهرجان بشكل عام علشان يتم؟
اكيد اي حدث بيكون التجهيز قبله بيكون بوقت قد ايه؟ يعني طبعا اكيد اي حدث بيكون ليه عقبات، لكن تذليل كافه العقبات هو هدف اسمى لوزير الشباب والرياضه بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص. الهدف دايما ان احنا اي عقبه تواجه اي فعاليه نتعامل معاها من اجل انجاح الفعاليه، لان في الاول وفي الاخر ده حدث بيتعلق بالسياحه الرياضيه، في وفود اجنبيه، فده بيتعلق باسم مصر وسمعه مصر. فبالتالي احنا لم يعني نبخل عن الدوله من خلال وزاره الشباب والرياضه في تقديم كل ما هو جهد لينا لنجاح الفعاليات المتعلقة بالترويج ودعم السياحة. طيب السنة دي هل المهرجان كان مختلف علشان كان في مفروض حاجات تانية تحصل فيه، زي مثلا يعني قريت ان كان بيبقى فيه زي مهرجان فنون شعبية او حاجة كده بس اتلغت علشان الاحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ طبعا هو كان في عدد كبير جدا مضرب. ايه الحاجات اللي كانت مفروض تتعمل؟ يعني في مثلا عندنا شباب الطلائع، الاوركسترا بتاع الطلائع، عندنا اوركسترا الشباب، عندنا الفقرات الفنون الاستعراضية، عندنا الترويج للحرف التراثية واليدوية إلى آخره. كانت هناك فعاليات كتيرة، ويمكن احنا تابعنا كان عندنا معرض تراثنا، وده معرض معرض بزنس يا شباب. بزنس الشباب هو معرض بتطلقه وزارة الشباب والرياضة لدعم الحرف اليدوية، فاحنا الوزارة بتنافس عدد من الفعاليات كان من المدرج او من المتوقع او من المقرر ان يتم ادراجها على هامش فعاليات المهرجان. ولكن طبعا الاحداث اللي حصلت وحالة الحداد اللي اعلنتها الدولة يعني منعت بعض الاحداث تضامنا مع الإخوة الأشقاء الفلسطينيين. المشاركين السنة دي كان عددهم أقل من السنة اللي فاتت ولا أزيد؟ لا، هو أنا قلت في بداية الحديث أستاذة منة إن المشاركين بيزيد. إحنا دايما بنقول إن التطور الفكرة في نسختها الثالثة، يعني في تطور في الفكرة، تطور في الأداء، تطور في عدد المشاركين، تطور في الفعاليات إلى آخره. فإحنا كنا بنتكلم على عدد أقل، زاد وصل ل 15,000 للمهرجان. في معايير معينة؟ من 100 جنسية. اوكي، 100 جنسيه. في معايير معينه لان حد يشارك؟ يعني سن معين، عمر معين؟ سن الشباب بنتيح لسن الشباب. الناس بتدخل، الراغب في الانضمام بيخش بيسجل، بتروح له دعوه المشاركه، بيبقي يشارك بصفه الرياضه اللي هو عايز يشارك فيها. ايه اغلب التعليقات اللي كانت بتبقى موجوده على الصفحه الخاصه اللي انت حضرتك ذكرتها بخصوص منصه كياني وبقوه وزاره الشباب والرياضه بخصوص مهرجان البحر الاحمر؟ لا، هو طبعا التعليقات كلها ايجابيه، لان يعني رسم الصوره الذهنيه للاماكن السياحيه في مصر من خلال الرياضه دايما ده بيكون ليه تعليقات ايجابيه. ويمكن يعني اخرج عن السياق شويه، احنا كنا طبعا شايفين مهرجان العالمين اللي تم تنفيذه في مدينه العالمين وكم الاقبال الكبير، كان برضه في فعاليات كانت في فعاليات كتيره. فاي حاجه تتعلق بالسياحه الرياضيه والترويج الصوره الذهنيه السليمه للاماكن السياحيه الخلابه في مصر ده شغل شاغل، وبيكون عليه تعليقات ايجابيه من مختلف المشاركين. اخر سؤال بقى عايزه اختم بيه الحلقه، هي المبادرات والفقره، عايزه يعني اختم بيه الفقره دلوقتي. المبادرات فقرة ولا الحلقه؟ لا، الفقره مش الحلقه. المبادرات والمشروعات اللي هتتم الفتره اللي جايه بالنسبه لوزاره الشباب والرياضه، يعني مشروعات على نطاق الشباب ولا نطاق قطاع الرياضه؟ قطاع الرياضه. قطاع الرياضه احنا بنستعد طبعا لباريس 2024، الاستعداد بيسير على قدم وساق بالتعاون مع اللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه، خطط علميه وخطط عمليه وفقا لمواصفات عالميه بتستعد ليها الوزاره، وفقا لدراسة مبنيه على مواصفات تتعلق بابطالنا الرياضيين. احنا كنا بنتكلم على الانجاز في طوكيو 2020 6 ميداليه، نتوقع ان شاء الله في باريس 2024 الانجاز زي بقى اعجاز ونوصل 10 او 12 ميداليه. فان شاء الله يعني التواجد المصري في هذا المحفل العالمي والاولمبي هيكون تواجد مشرف باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك استاذ كريم عادل، المنسق العام للمشروعات الاعلاميه بوزاره الشباب والرياضه والمذيع الرسمي. شكرا ليك، شرفتنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك يا فندم. ميرسي زيك استاذه منى. خلصت فقرتنا دلوقتي، هنطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه ونقدم فقرتنا الثانيه.